الآن وبعد التوقف لمدة شهرين ونصف، فقد حان الوقت لعودة الأعمال وفتح الأنشطة، فهي عنصر أساسي في دفع العجلة الاقتصادية. أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بعد. وسوف تكون عودة موظفي القطاع العام يوم الأحد الموافق 8 شوال، واستئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل في تاريخ 22 شوال، وذلك بالتنسيق مع جهات عملهم. ولضمان الإنسيابية في الحضور والانصراف، قررنا تطبيق نظام حضور وانصراف مرن لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل بحول الله. فيما يخص القطاع الخاص، شهدت الفترة الماضية العودة التدريجية لأنشطته، وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابي وواضح. إلا أن الموازنة بين متطلبات الوقاية الصحية واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة، وهذا يعتمد على وعينا جميعا وإدراكنا للمسؤولية. وبذلك سوف نحافظ بحول الله على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة. فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.